أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأمرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنتبنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا أجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين بحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم في من السماء الأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عامون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون وظف لكم عذاب بعض الذين تستعجلون. فإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.
وما من مما من غائب في السماوات في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمين. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشرهم من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم آذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. أولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالحسنة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء. وأمرت أن أكون أول من المسلمين. وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفنها. وما ربك بغافل عما تعملون. ميم تلك آيات الكتاب المبين. إن في نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق للقوم يؤمنون.
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ويستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمد على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ملك ونمكن لهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون فهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك فجاعله من المرسلين فالتقده آل فرعون ليكون لهم باب عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما وكانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فآدوا أمي موسى فريغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربدنا على قبلها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته وقصيه قصيه فبصرت فبصرت به عن جنوبه وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكلفونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شفيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه ففجزه موسى فبقى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فإنه هو الغفور الرحيم
وقال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب في إذا الذين استنصروه بالأمس يستصرخوه. قال له موسى إنك لغني مبين. فلما أن أراد يبطش بالذي هو عدو لهم قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرجني لك من الناصرين. فأخرج منها خائفا يرتب يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما ورد ماء مدين وجد عليه وجد من دونهم امرأتان تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وآبائنا شيخ كبير. فساق لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكح إحدى بنتين هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج. فإن أتممت عشرا فمن عندك. فما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين فقضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل مسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء أضمم إليك جناحك من الرهب فإذا
فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقون إني أخاف أن يكذبون قال سنشد غضبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما من اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين قال موسى ربي أعلم بما جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى إلى إله موسى وإنه لأظنك من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فمن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به
قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها مضرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قيل ادعوا شركاءكم فادعوهم فليستجيبوا لهم برأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المهتدين ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون فمن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه وتمتقوا من فضله ولعلكم تعقلون فلعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تشاءون فيهم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما أغوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن فاتحه لتنوء بالحسنة
لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفلح إنه لا يفلح المسلمين إنه لا يحب الفارحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض 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 إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم قال الذين أوتوا العلم وإنكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا أي كأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك فادع إلى ربك فلا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاءنا فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إن جاهداك لتشرك به ما ليس لي به علم فلا تطيعهما إلي مرجوكم فمنبئكم بما كنتم تعملون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله في دبي في الله يجعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلم أن الله الذين آمنوا وليعلم أن المنافقين. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل قضاياكم وما هم حاملين من قضاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحمل الناس وأثقالهم وأثقالهم ما أثقالهم من يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون.
ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أفكارا الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فاعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله في النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال إنما اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم من بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط قال إني مهاجر يا ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته من النبوة وآتيناه أجره في الدنيا منه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال وتقدرون السبيل تأتون في ناديكم الموكر. فما كان جواب قومه إلا قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال ربي انصرني على القوم المفسدين. فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلما أن جاءت رسلنا لوطا بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا ننجيك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منذرون على أهل هذه الأرض رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا بها آية بينة لقوم يعقلون. إلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا فقال يا أن اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قارون وفرعون وهامون ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. كل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم.